محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في ذكرى الشهيدين الغاليين العزيزين صبري وأحمد، نقف في هذا التأمين لنؤبنهما ونستذكرهما، فإلى ولنؤدي أقل حق لهم علينا، فإلى روحيهما نقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، الشهداء أحياء عند ربهم، أي حياة لهم عند ربهم، وأي رزق كريم من الكريم لهم عند الله عز وجل. تعددت الأقوال والآراء وكثرت في ذلك، لكن المهم أيها الأحبة، ونحن في هذه الوقفة نسأل، نحن نحيي ذكراهم لنحييهم أم لنحيي أنفسنا؟ هم أحياء عند ربهم، سواء قمنا بإحياء ذكراهم أم لم نقم بذلك، سواء قصرنا في ذلك أم قمنا بالواجب أو أقله، لا يفرق مقامهم عند الله عز وجل، لا يفرق مقامهم بإحيائنا وجودا أو عدما، وقوة أو ضعفا. إذن الجواب أننا بإحياء ذكراهم إنما نحيي أنفسنا، وإنما نحيي المبادئ والنهج والمطالب والأهداف التي ضحى الشهداء من أجلها، وسفكت دماؤهم وأزهقت أرواحهم من أجلها. ماذا تحيي فينا ذكرى الشهداء؟ وبماذا يحيينا الشهداء؟ الشهداء يحيون فينا مفاهيم العز والصمود والكرامة. إذا كان هناك من قد يرضخ أو يخنع في ظرف ما أو في وقت ما، فالشهداء يستنهضون العزة والإرادة والكرامة في نفوسنا أن لا تخنعوا ولا تخضعوا ولا تذلوا. إذا كان هناك من يداخله الشك أحيانا، أو يداخله الكسل أو الفتور أو التقهقر أو التقاعس أحيانا، فالشهداء وذكراهم تجدد الدماء، تجدد العزم، وتستنهض الهمم. أن لا وقت للفتور، أن لا مجال للكسل، أن لا خيار للتراجع. هكذا هم الشهداء. الشهداء يستنهضون فينا البذل والعطاء. إن كان هناك من يبخل في سبيل قضيته العادلة المحقة، إن كان هناك من قد يبخل أحياناً بوقت أو جهد أو كلمة
أو عمل أو قلم أو مال أو دعم أو مساندة معنوية أو مادية في سبيل القضية العادلة الحقة المحقة. إن كان هناك من قد يبخل أحياناً فالشهداء يستنهضون الكرم في نفوسنا يقولون لنا لما تبخلوا وبما تبخلون، أنتم في سلامة وعافية، أنتم ما زلتم في هذه الدنيا والمجال مفتوح لكم للعمل وللتحرك وللنهوض وللسعي. يقولون لنا نحن بذلنا أغلى ما نملك ولا يملك امرؤ ولا يملك أحد أغلى من دمه وأغلى من روحه. فعند البخل يستنهض الشهداء فينا الكرم، وعند الضعف يستنهضون فينا الهمم والعزم والإرادة والقوة، عند التشكيك يستنهضون فينا وضوح الرؤية، يستنهضون فينا البصيرة، عند المراجعة والمحاسبة لما مضى ولما نحن فيه قد يتسرب إلى نفوس البعض شك لا سمح الله. فالشهداء يستنهضون فينا الصبر والصمود واليقين والإصرار، فما دمنا على الحق لا نبالي، وقع الموت علينا وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، في الكلمة الخالدة المنسوبة للشهيد الشباب علي الأكبر ابن الإمام الحسين صلوات الله عليه، الذي شكل رمزا وقدوة وأسوة، وكلمته الخالدة شكلت شعارا لكل المرابطين ولكل السائرين في ثورة في انتفاضة في حركة في مطالبة بحق، ما دام المقصود هو الحق وما دام المطلوب والهدف هو تحقيق الحق وما دامت الوسائل لتحقيق ذلك الهدف الحق، ما دامت الوسائل محقة فلا يبالي امرؤ وقع على الموت أم وقع الموت عليه. هكذا نفهم إحياء ذكرى الشهداء، فهم يستنهضون فينا كل معاني الخير والصلاح والإصلاح والنهوض، وهم يحيون فينا أمرا مهما يعرفوننا بقيمة هذه الحياة. إذا ركنت نفوسنا إلى هذه الدنيا، إذا تشبثت نفوسنا بهذه الدنيا وزينتها، إذا تشبثنا بالحياة في هذه الدنيا وحاذرنا على أنفسنا في كل شيء ومن كل شيء، هم يستنهضون فينا روح التضحية من أجل المبادئ الحقة، من أجل الدين، من أجل العزة، من أجل الكرامة. يقولون لنا هذه الدنيا لا تسوى شيئا، ليتكم ترون ما نحن فيه من نعيم لتعرفوا حجم وقيمة هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا لا تسوى أن يذهب الإنسان فيها، أن يذهب الإنسان نفسه، أن يذهب الإنسان نفسه عليها حسرات. هذه الدنيا فانية، الكل سوف يموت والكل سوف ينتقل منها، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن فرق بين موتة ذل وبين موتة عز. الكل سوف يخرج من هذه الدنيا والكل سوف يموت ويرحل إلى الله عز وجل بعمله خيرا أو شرا، ولكن يفرق مصارع الكرام على مصارع اللئام. نعم هناك فرق، هناك من يحيون بموتهم ويحيون أمتهم بموتهم وهم الشهداء، فهم أحياء عند ربهم وهم يحيون.
نعم هم يقولون لنا أن قيمة هذه الحياة بما قدمتم لدينكم ولنفسكم ولأمتكم من خير وصلاح، ليست قيمة المرء في هذه الدنيا بكم عاش في هذه الدنيا وكم عمر من سنين في هذه الدنيا وكم أكل وكم شرب وكم تعلم وكم علم، إنما تقاس حياة الإنسان بما قدم في هذه الحياة. فقد يقدم شاب لم يبلغ العشرين ما لم يقدمه من بلغ المئة وهكذا. ولذا الشهداء خلدوا، وبتخليد الشهداء وفي تخليد الشهداء عند جميع الأمم وفي جميع الأزمان لا يفرقون بين شهيد صغير أو شهيد كبير، فالكل قد التحق بهذا الركب بركب الشهداء. نعم في الألم فقد الشباب أعظم، ولكن في مرتبة الشهادة، الشهادة شرف وعز وخاصة، وهو وسام ادخره الله عز وجل لخاصة عباده كما ورد. نعم هكذا في ذكرى الشهداء نستلهم دروسا وعبر ما ونحيي نفوسنا بهم، وإلا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. في ذكرى الشهداء كما يستنهضون فينا كل خير، وكما يستنهضون فينا الصمود والصبر والاستمرار في الحراك في الثورة في المطالبة بالحقوق في المحافظة على الدين في المطالبة بالحقوق المشروعة وبالوسائل المشروعة، كما هم كذلك نحن في ذكرى الشهداء نتحمل مسؤولية. الشهداء في ذكراهم يحملوننا مسؤولية، والمسؤولية ليست فقط على أهليهم وذويهم، وإنما المسؤولية على كل المجتمع، على كل من سمع بظلامتهم. تلك المسؤولية يقولون لنا أن هناك مجرم وأن هناك جان وأن هناك جنات قد قتلونا، سفكوا دماءنا، أزهقوا أرواحنا، وهم يعيشون مطلق السراح، يسرحون ويمرحون في البلاد دون قصاص ودون عقاب ودون محاسبة ومحاكمة. فذكرى الشهداء تستنهضنا لرفع مظلوميتهم مهما طالت السنين ومهما تقادم الزمن. مرت على ذكرى شهيدينا الغاليين العزيزين 4 سنوات، ولو مضت 10 ولو مضت 20 ولو مضت 40، الحق لا يسقط بتقادم الزمن. مهما طال الزمن الحق يبقى حق، وحق القصاص وحق الاقتصاص من الجنات ومن القتلة يبقى حقا ثابتا لذوي الشهداء ولكل هذا الشعب. نعم فذكرى الشهداء تستنهضنا أيضا في هذا الجانب، تقول بأننا قد قتلنا مظلومين وقد ظلمنا نحن وأهلنا وأنتم جميعا، ماذا فعلتم لرفع الظلامة؟ ماذا فعلتم لرفع الظلامة العامة عن هذا الشعب؟ أن تستمروا بالمطالبة وأن تستمروا في الثورة دون تراجع وأن لا تراجع. ماذا فعلتم لمظلوميتنا الخاصة، مظلومية الشهداء الخاصة، في من تسبب في قتلهم، في من شارك في قتلهم؟ المسؤولية تستنهضنا بأن لا بد من يوم يلاحق فيه الجنات والمجرمون وينالون جزاءهم في الدنيا فضلا عن الآخرة، وإن فروا من محكمة الدنيا لن يفروا من محكمة الآخرة، وللآخرة أشد عذابا وأبقى. نعم وحينما يصر ذوي الشهداء
على مسألة القصاص، وحينما ندعمهم في ذلك وحينما نؤكد على ذلك ليس لأننا شعب يحب الإعدام ويحب قتل النفوس، نحن شعب مسالم محب للخير للجميع. في طيلة تأريخ البحرين من القدم أن كل من عاش في البحرين وجد الأمانة ووجد الطيبة ووجد طيب العيش ووجد المعاملة الحسنة ووجد الاحترام، وكثير من عاش في البحرين استقر فيها أو تمنى أن يبقى فيها ولا يغادرها والتأريخ مليء بأرقام في هذا الباب. ذاك لأن هذه التربة الطيبة وهذا البلد الطيب وهذا الشعب الطيب المحب للخير. إذن لماذا تصرون على القصاص؟ نصر على القصاص لأمرين. الإصرار على القصاص ليس لانتقام وليس لتشف وليس فقط لماذا؟ لتبرد الحرة في قلوب أمهات الشهداء على من قتل أبناءهم وذويهم. ليس هذا فقط هناك أمران مهمان أيها الأحبة في هذا الجانب. الأمر الأول أن جريمة قتل الشهداء جريمة واضحة لا لبس فيها ولا شك فيها، فالجرم واضح ليس فيه تشكيك، فليس هناك مجال للتغافل عن هذا الحق. الأمر الثاني أنه إذا ترك الجنات في هذا الملف، إذا ترك الجنات ولم يقتص منهم فسوف يتجرؤون على قتل غيرهم. من قتل شهداءنا تجرأ على قتل غيرهم، من أطلق الغازات السامة الخانقة القاتلة في بيت صبري أو في بيت أحمد هو تجرأ قبلها على غيرهم وتجرأ بعدها على غيرهم، وهو ما زال متجرئ ويمكن أن يقتل لنا 1000 صبري و1000 أحمد في هذا الوطن، لأنه مجرم أمن العقوبة فأساء الأدب، فما دام لا يحاسب ولا يعاقب ولا يقتص منه فإنه سوف يكون كالكلب المسعور وحاشاكم ينهش كل من يجد أمامه. نعم ناهيك إذا حصل على تغطية، ناهيك إذا حصل على حماية، ناهيك إذا حصل على ترقية في بلد سياسة الإفلات من العقاب فيه سياسة واضحة مستمرة متأصلة. فالجنات، فنحن حينما نريد ونضم صوتنا مع عوائل الشهداء أننا نريد الاقتصاص ممن أزهق لنا أرواح وروحي هذين الشهيدين العزيزين علينا وعليكم، نقول لأننا نريد أن نحمي بقية الشباب ولأننا نريد أن نحمي بقية الشعب. نحن شعب لا نبخل في سبيل ديننا وعزتنا وكرامتنا، لكننا أيضا لا نريد أن ندفع فاتورة ماذا كبيرة إذا كان يمكن الاقتصار على الأقل. ليس لنا هواية أن نتقدم كلنا شهداء وإن كانت هي أمنية كل مؤمن ومؤمنة، إنما الأمنية هي في إحقاق الحق ونصرة الحق، وأننا على استعداد لبذل النفس رخيصة سخية بذلة في طاعة الله عز وجل ودينه وعزتنا وكرامتنا. نعم فنحن حينما نصر على مسألة محاسبة ومعاقبة المجرمين الجنات
الذين ارتكبوا هذه الجرائم، نريد أن نحمي بقية النفوس. ولذا قال ربنا عز وجل في قرآنه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا لم يؤخذ على يدي القاتل، إذا لم يعاقب القاتل، فسوف يقتل الآخرين. وإذا استمر القتلة وتكاثر القتلة سوف تنعدم الحياة، سوف تنعدم الحياة. ولكن إذا عوقب القاتل لن يقتل شخصا آخر فتستمر الحياة. هذا إحدى التفسيرات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أيها الأحبة، حينما نصر في هذا الباب، حينما نصر في ذكر الشهداء على طلب القصاص لكي نوقف بقية الانتهاكات، فمن قتل الشهداء تجرأ وهدم المساجد. ونحن اليوم في 25 مارس في الذكرى 5 لجريمة الابتداء، جريمة هدم المساجد، في 25 مارس 2011 هدم مسجد الكويكبات في منطقة الكورة، وأحرق بما فيه من قرآن وكتب أدعية وتراب حسينية في مثل هذا اليوم، وابتدأت هذه الجريمة. فالذي قتل الشهداء تجرأ على هدم المساجد، والذي قتل الشهداء يتجرأ على هتك الحرمات والأعراض والبيوتات، والذي قتل الشهداء أسهل عليه أن يمارس التعذيب ضد المعتقلين والأسارى في السجون، والذي قتل الشهداء سهل عليه أن ماذا؟ أن يمارس بقية الانتهاكات. ولذا نحن حينما نطالب بالقصاص من قتلة الشهداء، أولا لحماية بقية الشعب منهم، ثانيا لأجل إيقاف بقية الانتهاكات. نحن حينما نقول نطالب بالقصاص من قتلة الشهداء، ليس فقط ممن قتل الشهداء، ولكنه ممن هدم المساجد، ممن عذب السجناء، ممن أبعد، ممن ظلم، ممن حكم ظلما، ممن مارس أي انتهاك في هذا الوطن. هناك مجرمون، هناك ملفات انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في هذا الوطن، حقوقنا الدينية وحقوقنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والمذهبية. الذي قتل شهداءنا سهل عليه في الإعلام المأجور أو الأعور أن يزدري بنا وبطائفتنا ومذهبنا، ويشكك في أصلنا، ويشكك في أنسابنا، ويشكك في انتمائنا لهذا الوطن. ولذا حينما نطالب بالقصاص إنما نطالب بمحاسبة كل الجناد، ونعتقد أن هناك اشتراك، أن هناك أشخاص قتلوا الشهداء وشاركوا في هدم المساجد وشاركوا في بقية الانتهاكات. ولذا تبقى هذه المظلومية، وتبقى ويبقى هذا المطلب نحييه مع إحياء ذكرى كل شهدائنا، أننا نطالب بالاقتصاص من كل من تسبب أو باشر في إزهاق أرواحهم. نعم، في هذه الوقفة أيها الأحبة، نعم، نضم الصوت مع ذوي الشهداء، مع عائلتي الشهيدين في مطلبهما، في مطلبهم المحق، وهو ضرورة الكشف، ضرورة معرفة الحقيقة والكشف عن الذي تسبب في قتل شبابنا في إزهاق أرواحهم. لهم منا التقدير والفخر، لهم منا الاعتزاز، وسيبقى الشهيدان وعائلة الشهيدين سوف يبقون محل اعتزاز وفخر وتقدير في هذه القرية وفي جميع الوطن. لهم التقدير ولهم الاحترام،
وله المساندة في مطالبهم وفي حقوقهم، وتستمر مطالبتهم، ويستمر دعمنا لهم في مطالبتهم، وما ضائع حق وراءه مطالب. نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يجعلهم عنده في أعلى عليين، وأن يحشرهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. العز والفخر والمجد لهم، والخزي والعار والقصاص لقاتليهم. أقول قولي هذا داعيا مستغفرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.